نصائح وخطوات مهمة يمكن أن تتبعها لضمان إعداد ملف مؤهل كالتالي: ضع خطة عمل واضحة تشمل اختيار فريق العمل وتأكد من اختيار الفئة المناسبة للمشاركة. اتبع تسلسلا منطقيا واضحا أثناء كتابة الملف. اجمع كافة عناصر المشاركة والوثائق والمرفقات التي ستساعدك على إبراز نقاط القوة في ملفك، والتزم بمعايير الفئة التي تم اختيارها. استخدم لغة سليمة بسيطة وواضحة. ابتعد عن الإطالة واطرح أهم الأفكار وعوامل التميز في الملف. عزز ملفك بالإحصائيات والحقائق الموثقة وشهادات الأطراف الخارجية.